السلام عليكم، مينا سان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حتفي اليابان. فيديو النهاردة هو روتين أجازة الأسبوع مع آيات اليابانية وردة فعلهم من الحلوى الشرقية لقمة القاضي أو الزلابية. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. هعمل لقمة القاضي كوباية ونص مية، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، وهقلبهم مع بعض. هضيف عليهم كوبايتين دقيق منخول، رشة ملح، معلقتين كبار حليب بودرة، معلقتين كبار نشا، وهقلبهم أو أعجنهم مع بعض. هضيف معلقتين كبار من الزيت وهعجنهم مع بعض. انا فضلت اقلبهم بالطريقه دي، لو حابين تعجنوا بايديكم براحتكم طبعا. هعجن لحد ما توصل معايا العجينه بالسمك او الشكل ده تقريبا. هغطي العجينه بقماشه او البلاستيك راب وهحطها في مكان دافي لحد ما، يعني حوالي ساعه كده عشان تتخمر. في الوقت ده هحضر الشربات، كوبايه ونص ميه، هحط عليهم كوبايتين سكر. مقاس الكوباية هو 250 ملي لكل الحاجات، وهشغل النار على نار عالية شوية ومدة 8-10 دقايق تقريبا كده. بعدين بهدي النار وهضيف معلقة صغيرة من الليمون، معلقة كبيرة فانيليا، وبطفي على الشربات. بضيف معلقتين عسل واسيبهم يبردوا. لو مفيش عسل مش مهم خالص، بس انا بقلل كميه الميه شويه، يعني مثلا بدل كوبايه ونص بخليها كوبايه، كوبايه وربع ميه وكوبايتين سكر. العجينه بعد مرور ساعه عليها اختمرت وارتفعت، وهفضي الهواء اللي فيها. هحط العجينه في كيسه وبقطع من الطرف. ممكن انا استخدم الكيسه نفسها او ان احطها في مسدس الحلويات زي كده مثلا، وبقطع واحط في زيت سخن على نار متوسطه. انا اول مره استخدم الطريقه دي او المسدس ده، فاول دور كان شكله فاشل قوي معايا الصراحه، وهو شكله مش مدور، مدي شويه شكل الليمون كده. بعد كده الحمد لله ظبطت اللي بعد كده، يعني بقى كويس. اللي بطلعه بحط على طول وهو سخن في الشربات البارد، يعني بسيبه لمدة دقيقتين كده وخلاص، وبخلص الكمية كلها. رحنا عند كيكو ماما الغدا في محل اودن. احنا طلبنا اودن وتمبرا، والاطفال رز بالخاص يعني كريم عشان هو مش قوي في الاودن. بعد الغداء رحنا المزرعة كيكو ماما. でかいね。わお。寝ちゃってるね、風。ホワイアとかからこういうの取ってよ。ここ
ここ入れてくださいよ。そこに入れてね。ここ入れてくださいよ。ちょうどよかったですよ。靴がこっち。お、上手。ピーマン。ねえ、ピーマン。わあ、すごい。こっちもこれも取ってあげな、これも。形が悪いから。おとわ。ネギもだってこんな取っちゃったもんね。ナスの収穫ですね。ナスがもうあれかもしれないね。もうナスも取らないから。もう取っちゃうね。ちっちゃい赤ちゃんいます。オクラも。ちっちゃい赤ちゃんですね。あゆうね、うん、どうぞ行き帰りたい早く、はい、帰ろう帰ろうね、早くお家帰りたいよ、あゆうよなんで怒ってんの、帰ろう帰ろう、カエノ君も帰りたいって言ってるよ、ハラミハラミいやいや、ほらこれマニーでしょ、ほら顔見てこれすげえ悪そうな顔してるでしょね、これ泥棒泥棒泥棒いた？ハラーミー。ハラーミー。終わった次なんだい？うん。アハマル？アハマルだね。アハマルフェイ。これと、これだね。これね、はい。黄色と青。アスファル？アスファルウィ？アズラ？キクママ اشترت لمالك كريم ليجو عشان يركبوها。هليكوبتر شرطة وهليكوبتر مطافي ومال بيحب يركب الليجو جدا شاطر ووو ووو هو عرضة نايكا ناكا هو ناكانيك 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 عربية قطدوك قطدوك بوليس غا بوليس دابتر اوه نان دا كوري داري غا غوين باكو ني هيتسكي نان كنا كوشي كوشي中に乗せてあげるんだ、これ消防士さんか、消防士さん、消防士さん入れてあげて、はいはい、そうそうそう、火事だ、火事だ、あげてください、火事だ、ファイヤーだ、ファイヤーだ、見てなくなってるよ、ファイヤーが、ね、火消えた、ファイヤー消えた、すごい、火消してくれたんか、あ、この男の人もね、ありがとうって言ってるよ、わーいわーいわーい、ディラブスマハビンゴ、كل واحد بيبقى معاه ورقة كده وفيها صفوف من الأرقام، بعدين في البتاعة اللي هي المدورة دي بيبقى فيها كور صغيرة مكتوب عليها رقم، بنلفها والكرة بتنزل وبنشوف الرقم اللي طلع هو ايه، كل واحد بيشوف الأرقام اللي معاه ولو لقى الرقم بيشيل الرقم ده أو بيتنيه لحد ما بيكمل صف كامل، وبكده يبقى عمل بينجو، وهنشوف مين أول حد فينا يكمل الأول واللي بعده وكده بالترتيب، واللي هيكسب هيختار الحلويات أو السناكس اللي هو عايزها بالترتيب برضو. 79です。79。どこだ？ナンバーどれですか？79。ないな。あ、出てきた。出てきた。お、なんか生。ナンバー。ナンバーだ。下に落ちるかと思って落ちないんかな。落ちないね。落ちるかもしれない。69だ。69。どっち？どっちだろう。あ、いっぱい出てきたよ。あ、出てきた、出てきた。また下に落ちるかな、あれが。こっちなんだろうね。わ、わからん。あ、58？ 58。マイクだ！あ、マイクが58やな。マイクボールもらうわね。はい。トラック。ポポ、電車でポポ。80、90？ え？ 80、90？ 私も終わり。イェーイ、シュンくん一番。ビンゴ、ビンゴ。いいね、できたできた、トーハート、ソルティ、4種のナッツって書いてあります、次は、これは定番のやつですね、はい、キノコの山、タケノコの里、ね、ヤングとオールドで分かれるやつだね、これヤングはタケノコだ、あとはチョコまみれ、チョコまみれ、カイフ君チョコって言わせてあげて、カイフ君はチョコやろな、チョコまみれ、ダディもナンバーワンだからチョコまみれ、はい、マルク君2番だから次どれがいい？メルちゃんもチョコまみれ。で、ケイコもチョコまみれ。イエーイ、みんなチョコまみれ。イエーイ。もうマルク君食べてる、さすが。タイム君食べるの？おほ。あ？コーラチューパイ。コーラチューパイ。じゃあコーラいきませんか？あ。
あら、ボールがありました。残りました。あらボールが大変。コーラ酸っぱいな。コーラ酸っぱいです。酸っぱいですか？おいしい？めっちゃ酸っぱくない。めっちゃ酸っぱくない？ママ食ってほら、ママ食ってよなんかほら。わあ、何これ、すごいよ。わあ、何かな。何かなこれ。めんちゃん、お名前教えてください。ローモトラーディ。ローモトラーディ。マイク君、ローモトラーディあるよ。ゼラビア。今日からでもいいですか？はい、どうぞ。はい。はい、マイク君も取ってあげようか。そう、どれ？あ、大丈夫か？映ってできますか？これじゃ。よいしょ。あ、おお。マイク君も取ってみたよ。すみんだよ。ほら。レスビだー。はーい、わかった。ごめんなさい。はい、じゃあ、フォークどうぞ。はい、じゃあこれはめんちゃんが作ってくれたんですか？ですありがとうございます。何名前だった？ザラビア。ザラビア。ザラビア。ザラビア。ザラビア。すみません。うん。タン？うん、おかか。タレついてた。タレ？うん。タレもするな。シロップってくれ。シロップ、タレじゃなかった。うん。タレじゃない、シロップ。うん。美味しいね。なんか日本のホットケーキより軽いね。ドーナツじゃないね。あ、間違えた。ホットケーキじゃないよね。ホットケーキじゃない。ドーナツみたいな感じ。まあそういうことか。ドーナツみたいな感じだね。うんうん。ドライドドーナツ。フライドドーナツ。ドライにしたら。あ、フライドドーナツ？ドライ。これレモンかなんかの？私に聞くのかな、日本で。レモン？タレじゃなくて。シロップ。シロップ。シュガーとウォーターとレモン。もうやっぱレモン。でもさ、シロップが出てこないから、タレしか出ない、こんなタレいっぱいの方がいいよね。タレじゃない、シロップだね。下からの感じだね。シロップ、シロップないとあれかな。何？シロップないとどれ？シロップないとどれか、何かなって全体的にかかる。ね、上じゃないの、シロップないのって。え、だって下シロップ溜まってるよね。だよね、上だよね、シロップないの。だからそれほら、かかってるやん。誰かかっとるやん。ほら、上がシロップない。上の方がね、少ない。何何？タレはかかってるけど、上の方が少ないよ。これ、嫌だよ、結構舐めたやつ。舐めてない。舐めて、こいつ舐めとるやん。舐めてないって、ちゃんとこれ舐めない通り食べたら大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。お邪魔します。嫌だ。なんでそれでなんて一緒にパクッと舐めるのこれを。フォーク？だってほら舐めてるのやん。なおちゃん舐めるの？さっきはこう舐めるでしょ。え、じゃどうやって食べた？舐めないよね。ねえ。だからほら、だってここに刺さってあるだから取ってやると。ダメだよ、舐めたら。舐めたらダメだよね。忍者。忍者。これはもうスルスル。最後じゃなくて最初にしてくれて、残ったここついてるって言ってること全然違う。でこれ作ると大変だよね。これ丸めないから、こうね、こねこねて丸めてあげるでしょ。でみんな同じ大きさじゃない、ちゃんと。忍者。忍者、はい。どう同じ大きさするんだろうね。めっちゃ波取った？うん、違う、見てない。見て見とったろうかな。シロップでコーティングしたやつはなんかもう染み込んでなんかしっとりしてる。え、コーティングソフト。うん、シロップでね。コーティングされてるの。分かんない、これじゃない。これ今私がネブネブしてくるくるしたの。くるくるくるくるしたの。私も食べてた。この下にこうやってるやつだから、いや柔らかい。めっちゃどう。はい、じゃあよ。じゃあケコママどうぞ。何？これこれこれ。ケコママはタレついてないやつなんだ。タレじゃない。下にあるから大丈夫だって。あ、どういうこと？下についてたやつだから大丈夫だって。これ下についてたってどういうこと？タレがないのは下にあるんじゃなかった？これやしょ、タレ。タレじゃない、タレついてないの。シロップだって何回言ったら分かるの。スタート、温めスタート。温めスタート。上手上手ね、マルゴンね。ゴロゴロしてよ。足べちょっぺ。こうやってゴロゴロ、あとで手洗うからいいよ。こうやってゴロゴロして。チュッパン。ゴロゴロできましたか？うん、できました。はい、じゃあお手手洗いに行きます。はい、こっち来てください。おお、おお、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、マリカ。はい、ちょっと行くよ。はいよ、はいよ、はいよ、はい。おお、いいね。
いいよ、来ていいよ、はい、はい、で、あとはこれでいい、はい、じゃあちょっと待ってね、ねえ、ママ、きれい、きれいだよ、来てたね、あ、すごいね、すごいと1個あるよ、ピザ。ピザ。もう一個あるから待ってて。今度もう一個さ、やるときやってくれる。はい、ピまだピザはね、まるあれが。おかわりある。おかわりありますからね。うん、食べるんだったら、マリコ君お願いしますね。はい、ピザ。ピザやってくださいよ。はい、これ買えるの？そう、買えるのですよ、どうぞ。キュウリもあるよ。どれこれ？だってそれです。はい。マリちゃんのやつ入れるかな。シュンコ最初食べた方がいいんじゃない？え？一応これが、うん、シュリンプ、シュリンプ、シュリンプ、タラとタイと、タラ？タラ？タラ？タラと、タラとタイと、あとカジキみたいなやつが入ってるかな。あとエリンギも入ってる。久しぶりね、アヒージョ。アヒージョ久しぶりね。でもレモンだからどんな、ね、なんかさ、スパイス入れるかな。じゃあ、キュウリもらってもいいですか。キノコそうね。パンプキンね。パンプキン、うん。あ、キノコね。こういうの取ってみよう。熱い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 。カリン、こっちに食べて、熱いよ。ちょっと待って。お魚。これ、お魚ね。はい、お魚ね。トマトもさ、生々ある。全種類入れてみようか。マリカくんね、いろんな種類食べてるよ。お魚食べてるし、これ、いわシュリンプね。わ、すごいな。キノコも食べてるんだよ。キノコも食べてるの、すごいな。キノコも食べてるんだよ。どうしても食べそう？うん。イエーイ。イエーイ。2番あれ、あんま何もなかった。あら、お、上手。وبكده ينتهي فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة لايس مس أكتنج بتقدم فيديوهات كوميديا مضحكة. أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وانتي إن شاء الله فيديو جديد. إلى اللقاء. باي باي.